أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي حساب في البنك يحول عليه راتبي، فآخذ من راتبي بقدر حاجتي، فيبقى أحيانا شيء من هذا الراتب وأحيانا لا يبقى شيء، هل في ذلك زكاة وكيف تكون؟ وهل الشرط أن يحول عليه الحول ولم ينقص ولم يزد؟ إذا كان عندك توفير من الراتب، توفير نقود من الراتب، وحال الحول على هذا الوفر، وجبت فيه الزكاة بلا شك، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، أن يكون قد بلغ النصاب بشرطين: أولا أن يحول عليه الحول، ثانيا أن يكون قد بلغ النصاب بنفسها وبضمه إلى مال آخر تجب فيه الزكاة. وأما ما لم يتم حوله فلا تجب فيه الزكاة، وإلا إذا أردت أن تحتاط تجعل لك شهرا من السنة موعدا لإخراج الزكاة، تخرج ما تجمع زكاة، تخرج زكاة ما تجمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة التي بعدها، فلهذا تضع ذمتك ويسهل عليك إخراج الزكاة، وتخرج زكاة الموجود في هذا الشهر الذي حددته، تخرج زكاة الموجود لديك من التوفيرات. نعم.